كل دي بقى نقدر نتحرك فيها في اي كده زي ما عندنا مصر ساعات الدوله السيد الرئيس استثمر طبعا حاجه كريمه استثمر ان يبقى عندنا اسطول ضخم جدا من العيادات المتنقله يقدر يغطي الجمهوريه كلها فبالتالي اقدر انزل في اي محافظه او في اي قريه او في اي نجع على مستوى مصر كلها بقافله متكامله انا سمعت ان حضرتك كمان هتخلي العيادات المتنقله لهنا وتخدم على الشمال كله يعني احنا بمناسبه المهرجان احنا جايين عشان نطلق بعض الخدمات من خلال المهرجان لان طبعا حجم الترددات في فتره الصيف على المكان اللي احنا موجودين فيه ده مش اقل من 3 مليون 4 مليون مواطن ما بين الساحل كله يعني بنتكلم على من اول بدايه طريق الاسكندريه الساحلي لحد مرسى مطروح وطبعا في النص عندنا خدمات طبيه متقدمه جدا لكن كمان بنبقى موجودين في الاماكن اللي فيها تجمعات علشان نقدر ان احنا نقدم خدمات من خلال العيادات المتنقله بالذات الامراض المتعلقه بالصيف ضربه الشمس والحاجات اللي لها علاقه بالاجهاد الحراري والحاجات اللي لها علاقه ايضا بالنزلات المعويه طبعا بيبقى فيه انتشار واحنا قبل الحقيقه ما بنيجي من المواسم زي دي في الاماكن اللي فيها سياحه بنبعت فريق الطب الوقائي من الوزاره شهرين قبل الموسم لا يمكن حد ما حدش يعرف الكلام ده جاهز مش بس بيجهز ده بنبص على المدافن الصحيه علشان الذباب ونقلات الامراض بنبص على جوده المياه اللي موجوده في الخزانات في الاماكن بنعمل مراقبه للاغذيه بنعمل مراقبه للتلوث في الاماكن العامه اللي بيبقى فيها ترددات على المستوى تلوث بيئي وتلوث هوائي فاحنا بنبعت كل قطاع الطب الوقائي بفرق عمل ضخمه جدا علشان تاهل المكان الى استضافه المصابين احنا هنا ما بنستضيفش مصابين مصريين بس لكن كمان بنستضيف وده يمكن ميزه يعني المهرجان والشركه المتحده انها بتحط هذا المكان على الخريطه العالميه لان المكان ده يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت احنا شاهدنا حجم الترددات من الدول العربيه الشقيقه ومن الدول حتى الاوروبيه في اللجوء الى مصر للاستمتاع بالجو الرائع وهو ده الحقيقه الهدف من المهرجان يعني احنا عاملين الناس تيجي تشوف البحر هنا ويعني الحقيقه البحر هنا احلى من الناحيه الثانيه بكتير مفيش مقارنه فبالتالي لازم يكون بجانب الكلام ده كله اي سائح عايز يطمئن ان هو جاي لمكان هناك مؤمن وهناك خدمات صحيه متطوره تستطيع انها تتعامل مع اي حاله حتى لو كانت بسيطه او حتى لو كانت يعني لحد النهارده احنا انجزنا 97 زياره منزليه في كافه التخصصات احنا عندنا بطنه اطفال قلب جراحه عظام عندنا علاج طبيعي بنقدر نتحرك ونطلع عندنا اشعه عاديه اشعه تلفزيونيه هو الميزه عمرو بايد والعالم كله رايح لموضوع الزيارات المنزليه او الطب اللي ممكن يتحل من غير ما المريض يحتاج ان هو ينزل يروح الطوارئ اولا علشان يقلل الضغط على 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 اقسام الطوارئ في المستشفيات لانها ما تستقبلش غير الحالات اللي مستدعيه انها تروح لكن احنا لو شفنا نلاقي ان الحالات اللي بتتردد على الطوارئ 60 او 70% منها يمكن حلها دون اللجوء الى المستشفى وده فكره الوحدات الرعايه الاساسيه او الزيارات المنزليه يعني واحد عنده مغص واحد عنده حراره واحد ودانه بتوجعه واحد عنده اسهال او نزله معويه كل الكلام ده لا يستدعي اجراءات حتى التحليل بنقدر نعمله حتى الاشعه التلفزيونيه بنقدر نعملها من خلال السياره فنروح البيت او السياره تكون موجوده قريبا من المنزل يستطيع ان احنا نقدر نسحب فيها عينه ونبعتها ونعمل نتيجه التحليل نقدر نعمل فيها اشعه عاديه او اشعه تلفزيونيه اذا لازم الامر هذا لكن في معظم الاحوال بنقدر نحل الموضوع من خلال الاستشاريين في انتقالهم للمنزل.